هذا سائل يقول: أنا خطيب جمعة وتلزمني الأوقاف في بلادي أن أخطب من خطبها، علما بأنني أعيش في بلاد مذهبها مذهب الأباضية، فأكون مجبورا بالخطابة، فهل أخطب الجمعة أم أنني أترك المسجد؟ إذا كانت الخطبة فيها بدع أو فيها شركيات فلا يجوز لك أن تخطب بها، بل تستقيل من المسجد. يجب عليك أنك تستقيل من المسجد ومن الخطابة، ولا تخطب بخطب بدع أو شركيات. أما إذا كانت الخطب خالية من البدعيات ومن الشرك فلا بأس في ذلك. نعم.